عليكم مشاهدينا الكرام، نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناتي قناة سروبان. اليوم غادي نشرحوا هذا المعدد، هذا غادي نشرحوه شاهو السروبان. بزاف من عندهم ما يعرفوش شاهو السروبان وما وش فاهمينه وعنده تخوفات منه. بالعكس، السروبان اللي يبغي ولده ينجح في المجال الدراسي ولا يبغي معدل الذكاء يرتفع، عنده صعوبات في التعليم، عنده ثقة كي اللي فقال ما هو يخفف، معناتها هو مليح للطفل. هذا المعداد هذا سيتان جو، يحسب الطفل الطفل هو يلعب اون بليس دو سان، الطفل يحسب روحه هو يلعب بصح هادو منها يولي يقرا. هذا السروبان اللي غادي نشرح لكم عليه، هو بزاف ما مش فاهمينه، اللي غادي نشرح لكم نعطوكم نبذة عليه وش هي الفوائد تاعو. الفوائد تاعو بزاف مليحه، يزرع الثقه بالنفس، رفع معدل الذكاء، تنشيط الفص الايمن والايسر من الدماغ، معناتها الفصين ينشطهم. الطفل يولي عنده ثقه بالنفس، الخوف يقلعو، عيط صوالح يكونوا مليح فيه، معناتها ديكوفرو فاني. ولا كان الطفل عنده ابداعات ولا مبدع ولا فاني ديكوفري من ولدك، معناتها هذا السروبان مليح. تابعونا، احنا غادي نديروكم عليه حصص، واليوم غادي نهضروكم على مكونات السروبان في هذا المعدد. هذا هو اللي يخدموا به، وهذا هو اللي يعاونهم في رفع معدل الذكاء والتركيز. هذا سموه معدد الصيني ولا اباكيس ولا الحاسبه، سميناه معدد صيني اباكيس الحاسبه. هذا هو معناتها حاسبه كما الاله حاسبه، هو تاني نحسبو به. عندنا مكونات فيه مشاهدينا الكرام، هذا منا، هذا كاع، هذا كاع، هذا اللي بالبيج، ها وين هنايا، هذا منا، هذا كاع اللي بالبيج، هذا منا كما رانا، هذا كاع، هذا سموه الاطار الخارجي، هذا اللي على برا نعيطوا له الاطار الخارجي. هنا هادو سموهم خرزات، هادو الزرقين خرزات علوية، هادو تحت نقولو لهم خرزات سفلية. هذا شنو نقولو له؟ عارضة التنشيط. هادي اللي منها عارضة التنشيط ولا فاصل الخرزات، يفصل بين الخرزات العلوية والسفلية أو حامل الأعمدة، راهو رافد الأعمدة. وهذا هادو اللي منها، هادو اللي كم تشوفو فيهم مشاهدين الكرام، هادو نقولو لهم أعمدة، أعمدة، هادو خرزات علوية خرزات سفلية. هادو مكونات المعداد. دوك نشرح لكم شنو معنى كلمة سورو. نورمالمون السروبان هو سورو بان، سروبان نقسموه الى منها الى نوعين. هنا سورو بان، شنو معنى سورو بان؟ هي رقم او عدد او وقت، كما يقول لك سورو سورو، اليابانيين يقول لك سورو سورو، معناتها حان الوقت. بان هي طاولة الحساب، الطاولة اللي تحط عليها المعدات وتبدا تحسب، معناتها كي تحطو في الطاولة وتبدا تحسب به. هذه هي سوروبان، معناته اسم ياباني. باليابانية نقولوا له سوروبان، بالعربية نقولوا له معداد، بالفرنسية نقولوا له بولي، بالإنجليزية نقولوا أباكيس، بالصينية نقولوا سوانبان. سوانبان أنا قلنا باللي شافيه، هذه من الإطار الخارجي كادر نسموه، عارضة التنشيط نقولوا لها بار دي كالكيل بالفرنسي. هادو دي بيرل، كاين بيرل انفيريور، هادو تحت انفيريور، بير سوبيريور، هما الفاقة. هاد الخرزات العلوية نقولهم بير سوبيريور، خرزات السفلية نقولو لهم بير انفيريور، بيرل انفيريور عفوا. هادو بيرل انفيريور، هادو تحت، وهادو بيرل سوبيريور. شوفو ولادي الاعزاء، هنا هادو نعيط لهم الاعمدة، كي نعيطهم تشرينغ ولا تيكس، هادو الاعمدة، هادو اللي راهم شادين الخرزات نقولو لهم تيكس ولا تشرينغز. اهي وهادو اللي هنايا، هاك تشوفو دول النقاط الصغيرين ولادي الاعزاء، نقولهم بوان دينيتي، بوان دينيتي، بعد تعرفو شاهي شاهي الأهمية تاعهم. المهم مشاهدينا الكرام، كان اليوم شرح شاهو السروبان وأهمية تاعو، معنتها السروبان عنده أهمية كبيرة بزاف، عنده كتاب، حنا نستعملو كتاب كل مرة نقولكم. عندنا جلسة في السروبان تاني يقعدوها، السروبان أو الأباكيس يعني المعداد الياباني، هو احد المكونات التي تدخل في الثقافه اليابانيه لما يقارب 500 سنه.
استخدم من الثقافة الصينية في أواسط القرن لينتشر في آسيا والعالم، ثم تطور ليتخذ شكله المستعمل حاليا. إن عدد مستعملي السوربان وكذا عدد المدارس التي أدخلت هذه الوسيلة البرامجية في تزايد مستمر، نظرا لما يشاهد من تأثير إيجابي في ذكاء وتحصيل الأطفال. هذا عنده يزيد في ذكاء الأطفال. وعن تاني نديرو كيفية تحريك الأصابع، معناتها عندنا زوج هادو أصابع عندهم أهمية، هادو زوج، هذا نزيدو به، هذا نقصو به. أنا دايرين دور السروبان تبعونا، هذا معناتها هذا نزيدو به وهذا الزوج نقصو به، كي نبغو نزيدو كي نبغو نقصو. تبعوا الحصص تاعي من الأول إلى الآخر وتفهموا شنو السروبان. عاودنا برك المشاهدين قالوا لي زعما قولي لنا السروبان شاهي، و رانا نقول لكم عليه. هذا زعما يزيد معدل الذكاء، والطفل يولي في تحسن مستمر في المجال الدراسي، والام غادي تشتغلي مع الطفل تاعك. تابعينا وان شاء الله تشوفوا تحسن. ماذا بكم يكون عندكم هذه الاله، هذه الاله والتمارين وكاع رانا نديروهم. تبعي قناتي وتفهمي هذه الاله هي مهمه. نلتقي في المره القادمه ان شاء الله، مع السلامه. نلتقي في درس جديد ان شاء الله، مع السلامه.